السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. أشكر إدارة مجمع السيف على مجهودها اللي تقوم به بتنسيق وترتيب الأمور في المواقف السيارات. كذلك حبيت تكون مواقف خاصة حق الدراجات النارية، يفضل ويستحسن ذلك. دراجة هني ودراجة هناك، في مكان مخصص حق الدراجات النارية مثل ما في مواقف حق السيارات أصحاب الأجرة أو أصحاب الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، تكون مواقف حق الدراجات النارية اللي يجون من مجلس التعاون أو الجروبات اللي يطلعون جماعية، فيكون منظرة جميل وشيء مرتب. أتمنى توصل رسالة للمسؤولين. مع تحياتي لكم عبد الخالق الخاجة وشكراً.